انا عايزه اعمل عجه بطريقه سهله قوي، يبقى كله في حاجه واحده، يتعمل مره واحده في طاسه واحده، والطماطم من الحاجات اللي هي بتلزق يعني، بتخلي هنزل الميه اللي فيها دي مش عايزاها، البذر. وهحطه في الدقيق، وهحط عليه كده دلوقتي ملح وفلفل بالمرة. ومهم قوي بقى هنا، لا لبن لا كريمة. ها،